أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل تعريفية حول النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة. هذا وقد تم تقديم عرض مرئي من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن أهم مميزات النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاشتراطات العامة لمنح شهادة تصنيف للمؤسسة، بالإضافة لمراحل تنفيذ المشروع وكيفية الاستفادة من الخدمات والبرامج لكل مرحلة تقدمها الجهات ذات العلاقة. الهدف هو نشجع المؤسسات اللي يسجنون بحيث يصير يعرفون ويستفيدون من الخدمات الحكومية المقدمة من الجهات المختلفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي بتسجل في النظام بتستفيد من بناء على قرار سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر من المزايدات والمناقصات الحكومية بنسبة 20%، بالإضافة إلى بيحصلون أفضلية في التقييم 10% للخدمات تقدمها الجهات الحكومية. تشرفنا بعقد ورشة في غرفة التجارة والصناعة للتعريف بموقع تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تم إطلاقه في أبريل الماضي. هذا الموقع يأتي حسب توجيهات مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة الموقرة لتنمية المؤسسات الصغيرة اللي تعتبر عمود للاقتصاد ولها مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني والمحلي. هذا الموقع راح يعمل أو يفعل قرار سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بخصوص تخصيص نسبة 20% من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأفضلية بنسبة 10% في المزايدات. حصل مصرف البحرين المركزي على شهادة ISO IEC لإدارة أمن المعلومات الصادرة عن المنظمة العالمية للمعايير والمقاييس، وذلك لالتزام المصرف بأعلى مستويات الجودة في أمن المعلومات. وأعرب السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي عن اعتزازه بهذا الإنجاز وشكره وتقديره لفريق العمل في المصرف الذي أشرف على الإعداد لهذا الإنجاز، مشيدا بالكفاءات البحرينية التي تعمل في المصرف والتي تقوم بإدارة أحد المرافق الحيوية في عمليات المصرف، وتكمل جودة بقية العاملين في المصرف في القطاعات الأخرى التي تقوم بالإشراف على الرقابة على القطاع المالي. أعلنت أمازون ويب سيرفيسز AWS التابعة لشركة Amazon.com عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في مملكة البحرين. وقال أندي جيسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية تمتلك القدرة على دفع جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وتتألف منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط البحرين من 3 مواقع لتوفر الخدمات، تضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل، وتتواجد في مواقع جغرافية منفصلة مع مسافة كافية للحد من مخاطر وقوع حدث واحد يؤثر على استمرارية العمل. وتتميز هذه المواقع بوجود مصدر مستقل لكل منها للطاقة والتبريد، بالإضافة إلى الأمن والاتصال بشبكات مدعمة تتميز بزمن استجابة منخفض للغاية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أصدرت الهيئة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية ترخيصا موحدا والذي يخول للعمل في جميع موانئ المملكة، والذي سيكون لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمي. كما تسعى الهيئة إلى رفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة بالموانئ السعودية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليا. وتهدف الهيئة إلى توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في موانئ المملكة وجذب العديد من خطوط الملاحة البحرية العالمية. وتطمح المملكة إلى التحول إلى منصة لوجستية عالمية جاذبة ومحورا رئيسيا لربط القارة الثلاث.
قالت وزارة المالية المصرية أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وأكد مسؤولون بالوزارة أن الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي. وكشف المسؤولون أن مصر من أكثر الدول تحملا للصدمات، وحصلت على المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند في قائمة الإيكونومست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 2%. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة سوني تعلن أن أرباحها في الربع الأول من العام المالي انخفضت بنسبة 33%. حذر اتحاد الصناعة البريطانية، وهو أهم منظمة لأصحاب العمل في المملكة المتحدة، من أن بريكست دون اتفاق بات أكثر ترجيحاً، وحض على تسريع الاستعداد لهذا السيناريو الذي يثير مخاوف أوساط الأعمال في المملكة. وقالت المديرة العامة للمنظمة كارولين فيربرن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق الذي يعمل عليه رئيس الوزراء يوريس جونسون بات احتمالا جديا، وبالتالي على الشركات أن تستعد له بشكل ملح. ولفتت المنظمة في تقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي متأخر على المملكة المتحدة في الاستعدادات، لكنها أقرت بأن الشركات في الجانبين لا يمكنها تجنب أضرار بريكست دون اتفاق. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحماقة بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، ملوحا بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء مضاد كبيرا بحق فرنسا. وأعرب ترامب عن استيائه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجاه الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، وستمضي فرنسا قدما في فرض ضريبة تاريخية على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية انتقامية على النبيذ الفرنسي. والآن مشاهدينا، أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة سوني أن أرباحها في الربع الأول من العام المالي انخفضت بنسبة 33% مع تراجع مبيعاتها الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة التلفاز وكاميرات الفيديو. وأضافت شركة الإلكترونيات اليابانية أن أرباحها من أبريل إلى يونيو بلغت 1.4 مليار دولار، وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 1% لتصبح 17.7 مليار دولار. ولم تغير سوني توقعاتها بأن تصل أرباحها للعام المالي المنتهي في مارس 2020 إلى 4.6 مليار دولار.